والله هو احنا ماذا بينا ما ندخلوش في باب الاحتجاجات، على خاطر كل ما واحد ينجم يتكلم على حقه ولا على حق الفريق نتاعو، معناتها يردوه بعد ساعات يتظلم ويتبكى ويتشكى وما يصير شكاية. لكن ظهر لي توا بعد مباراة مستقبل مرسى، ظهر لي ظهر لي فما توجه، يمكن فما ناس عاطية مرتبة للنادي الصفاقسي يحبوا يحطوها فيها، واحنا ماذا بينا نكونوا على علم بالشيء هذا باش ينقصوا علينا تعب نتاع استاجات نتاع تربصات نتاع الإطار الفني يقعد يخدم طيلة أسبوع كامل، ولاعبين مجهود لاعبين اللي قاعدة تخدم طيلة أسبوع كامل، معناتها توا كي تتعاود الأمور وتتكرر بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب تولي حاجة تقلق. معناتها بالطبيعة احنا تعودنا في كرة القدم أنك مرة تاخو ليك ومرة تاخو عليك، لكن كي يقعد كل مرة ديما ضدك تولي تتساءل تقول أنت زعما فما كالندري برمجة، فما كلاسمون حطوا فيه نادي الصفاقسي، بدأت نادي الصفاقسي ما يستاهلش أن يكون كل عام في الشامبيونز ليج ولا باش يكون متران على البطوله. احنا كتوانسه كل صحيح خاطر الفريق الوطني مش حكر على اهل الجامعه ولا الناس اللي تسير في الجامعه، هو ملكنا كلنا احنا كتوانسه كرياضيين سابقين كلاعبين دوليين سابقين، انه نعرفوا الرايه الوطنيه تتعدى كل الفرق. لكن زاد وقت اللي يحس مجهود نتاع الجامعه انه نجم جا حكم ظالم نحى المجهود الميريت نتاع ليكيب ناسيونال الكل نتاع التوانسه الكل، الناس كل تأسفنا وتحسرنا. الفرق راهو نحسوا نفس الإحساس اللي حسوه الناس وقت اللي تشكاوا وقت اللي قالوا ودافعوا على الراية الوطنية ودافعوا. احنا ماذا بينا يا خويا كان ما نحبوش، احنا عمرنا ما طلبنا باش يعطيونا حاجة أكثر من حق. وين النادي الصفاقسي عنده مشاركات عربية ولا إفريقية ولا واحد يكون مميز أكثر من البطولة التونسية؟ معناتها في السنوات الأخيرة نشوفوا لين فما مراحل وصلنا نعرفوا في ما قبل ما يبدا الموسم نعرفوا المرتبه اللي يمكن يحطونا فيها. المشكل الكره دخلت ولا ما دخلتش ما تجي كان ضد سيسيس، البيناتي تتزفر ولا ما تزفرش ما تجي كان ضد سيسيس، معناتها بعد يقول لك لا انت تلهي بكيبك والعب على شامبيون. كي تنحي لي انت ماتش اللي هو ديسيزيف يخليني انا في كوكب الطليعه، معناتها في دو بوان تعرف تو في مرحله في فيراج مرحلة نتاع دو بوان ينجموا يعطيوك إضافة كبيرة برشا. جماهير نادي الصفاقسي تطالب تقول علاش مانيش قادر نتعدى في المراحل هذه الكل في الفترة الأخرى الكل، وقالت حنا باع لأنها كانت برشا مرات باش تعدي النادي الصفاقسي وما عدتش النادي الصفاقسي، ما نعرفش علاش ما تعداش. الجماهير متقلقة برشا أنه النادي الصفاقسي في أكثر من مرة يقولوا له مش يعديوه وبعد ما يعديوش.